السلام عليكم، لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه الفصاله ديال جلابه ايفازي، سهله وبسيطه واي مبتدئه ان شاء الله تقدر تفصلها. كما قلت لكم سهله بزاف. هنا بالنسبه لهذا الثوب هذا عندي كوبو اللي فيه 2 متر ونصف ومتر ونصف في العرض. كاع كتعرفوا الكوبو كيكون فيه نفس القياس نفس العبار. بالنسبه للطريقه ديال الطوي ديال الثوب، قبل ما نبدا البنات ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش اللايك الى عجبكم الفيديو. ها انتما هنايا بالنسبه للثوب، هذا الطول ديالو، كتعرفوا الطول اللي كتكون فيه هذه البلاصه ديال الكتبه اولا هذه الحاشيه هذه، كنطويو هذه الحاشيه على الحاشيه الاخرى. هنا بالنسبه لطريقه الفصاله، ماشي نفس الطريقه الفصاله اللي كنديروا في القندورات، كتكون طريقه مختلفه ديال جلابه ايفازي، كتكون طريقه الفصاله مختلفه. ها انتما كنطوي على كيجينا بحال هكا عريض الثوب، باش كنفصلو جهه فيها الامام وجهه فيها الخلف، ما كنفصلوش تنكيس بحال اللي كنديروا في القندورات، كنفصلو بطريقه اخرى. ملي كيكون عندنا الكوبو كنفصلو بطريقه اخرى. ها انتما غادي نطوي الثوب هكا بهذا الشكل هذا، نقادو ونرجع معاكم. ها انتما هنايا من بعد ما طويت الثوب على جوج هكا، طويتو هكا على جوج، الطويه ديال الثوب راه جات من ديك الجهه والطول ديالو كامل غادي هكا حتى لتحت. غادي نفصل دابا الامام كيجي من جهه والخلف من الجهه الاخرى. صافي هنايا غادي نبدا نحط القياسات، غادي نفصل الجهه المسدوده كندير فيها الخلف والجهه الاخرى غادي نديرو فيها الامام. غنبدا بالجهه ديال الخلف، غنحط الكتاف. بالنسبه للكتاف عندي فيهم 45 مقسومه على جوج، هي 3 هي 22.5 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 23.5. دائما زيدوا سنتيم ديال الخياطه، غنحيد منها 8 سنتيم ديال دوره العنق ديال الخلف، جوج سنتيم دائما كنهبطوا بها باش كنديروا دوره العنق. وغادي نطيح الكتف ب 3 سنتيم، نسطرو صافي. غادي نجي هذيك 22.5 اللي درت هنايا هي باش غادي نهبط باش نحط الصدر، غادي نهبط ب 22.5 باش نحط القياس ديال الصدر. الا بغيتو باش تبغيو تحطوا العبار غادي يجيكم هكا شويه، ما تشدوش القياس مزيان تجيكم عوجه ولا شي حاجه، ديروا المثلث باش تجيكم العبار دائما مقاد. هنا فين كنستعملوا هذا المثلث باش كدينا تجينا هنايا زاويه قائمه، باش كيجينا لاننا كنكونوا نحطين الخط مستقيم، ما كيجينا لا هابط لا طالع. غادي نحط بالنسبه للصدر عندي فيه 28 زائد سنتيم هي 29، دائما كنزيدوا سنتيم ديال الخياطه. هنايا بالنسبه لهذه النقطه اللي حطينا فيها 28 غادي نهبط بجوج سنتيم، قاعده كنهبطو بجوج سنتيم، هنايا كنهبطو ثاني قاعده ب 11 سنتيم، اولا كنقسمو لهاد القياس هذا على جوج كندخلو بجوج سنتيم حتى هي قاعده. غادي نسطر من النقطه ديال الكتف للنقطه ديال جوج سنتيم باش دخلت، صافي. وكنجيب هذاك النقطه اللي كندير بها التركيز، ممكن لكم ديروها غير بايديكم كتهبطو هكا كدورو، اولا ديروا هاد المسطره هذه اللي كتسهل، كتلاقيو هاد النقطة مع النقطة ديال جوج سنتيم باش هبطنا، وها هي الدورة ديال التركيز عندنا واضحة. صافي غادي نجي نهبط هنايا، هبطنا ب 22 غنهبطو تاني ب 22 باش غادي نحطو القياس ديال الحزام. هنا بالنسبة للإيفازي نتوما كتإيفازيو بلي بغيتو، يمكن ليكم تدخلو بجوج سنتيم أولا سنتيم على حساب السيدة شنو بغات، واش بغيتو تإيفازيو بزاف يعني يبان الإيفازي مزيان أولا غير شوية. هنا غادي الايفازي انا بجوج ديال السنتيم، عندي بالنسبه للحزام عندي فيه 27 زائد سنتيم اولا 26 زائد سنتيم هي 27. وهنايا بالنسبه هبطنا 22 دابا غنهبط غير ب 20 وغادي نحط القياس، غادي نهبط غير ب 20 نحط القياس ديال لي هونج. هادي راه قاعده هذيك اللي كنهبطو بهكا 20 على حساب الكتف شحال فيهم هو باش كنهبطو باش كنحطو الصدر وكنحطو الحزام وكنحطو لي هونج. بالنسبه لي هونج فعندي فيهم 30.5 زائد سنتيم هي 31.5،
كما قلت لكم الا خصو تحطوه هكا سنتيم مايل ما بقاش ديروا المثلث باش يجيكم هو هذاك. صافي هنايا كنلاقيو النقط، كنلاقيو هاد النقط هادو، يمكن لكم باش تجيكم الدخله مقاده اولا الايفازي مقاده ديروا هاد المسطره هادي. ما بغيتوش ما متوفراش غير بالمسطره اولا بالسنتيم كنلاقيو النقط. كنلاقيو ثاني عند لي هونج. صافي كناخذ دابا الطول، الطول ديال الجلابه اللي عندي، عندي فيه متر و33 وكنزيد واحد 8 سنتيم ديال العطفه اولا التكفيفه وكان صافي. وكناخذ في بالنسبه للجلال، بالنسبه للجلال غادي ناخذ فيه 40 اولا 42 سنتيم باش بغيت الجلابه هكا تكون مسدوده 42 سنتيم. صافي وغادي نسطر من النقطه، نسطر من النقطه ديال لي هونج لعند النقطه ديال الجلال. كديروا هكا سنتيم من لهنايا باش ما كتجيكمش ديك التخنشيشه اولا ديك اللي كيجي بحال مبوق من هنا الثوب، ديروا سنتيم من الداخل صافي وكتسطروا هكا غير صافي. وغادي نقطع صافي دابا غادي نبدا نقطع غير هنايا بالنسبه للتركيز مني كتعبروه الطريقه باش كنعبروا التركيز ديالنا. كنوقفوا المترو اولا السنتيم بحال هكا كنوقفوه بهذا الشكل هذا وكنعبروا التركيز هكا كنوقفوه وكنعبروا. الا لقيتوه كبر من التركيز اللي عندكم حيت كتعبروا التركيز اللي عندكم في الجلابه، لقيتوه كبر منه كتطلعوا هذا الخط هذا هنايا كتطلعوه شويه الفوق باش كتنقصوا من السنتيمات اللي فيه. لقيتوه صغير وبغيتوا تزيدوا كتحاولوا تهبطوه هكا كتزيدوا سنتيم اولا جوج على حساب حتى كتلقاو التركيز اللي بغيتوا. هذه هي القاعده ديال التركيز. صافي دابا غادي نقطع. صافي هنايا من بعد ما قطعت غادي نهز هاد الخلف هذا وغادي نجي هنايا غنجي للجهه الاخرى في البلاصه فين درت الجلال، الجهه الاخرى فين غادي نحطو هانتوما الجهه الاخرى هنا اللي محلول من هاد الجهه هادي بلا ما غنعاود نحط القياسات غادي نجيب غير هذاك الخلف اللي في السط غادي نحاول نقادو هنايا نقادو. نتوما اصلا قبل ما تقطعوا الا كان عندكم عبار كبير كتشوفوا التركيز كتشوفوا الصدر واش جاكم لهاد الجهه هو هذاك عاد باش كتقطعوا، حيت انا عندي هنايا عبار صغير يعني مخرج ليا الثوب، الا كان عبار كبير كيجي شي شويه كتجي هاد البليصه هادي اللي هنايا عندنا في الصدر والحزام كتجينا شويه واصله لهاد الجنب هذا، يعني ضروري قبل ما تحطوها هنا كتاخذوا القياسات حتى تما تشوفوا واش هما هذوك عاد باش كتقطعوا. صافي هنايا غادي نقاد هاد الخلف هذا هكا مزيان ونرجع معكم باش نقطع. صافي هنايا من بعد ما قاديت الثوب للخلف فوق هاد الجهه هادي غادي نقطع وغادي ندير الدوره ديال العنق ديال الامام. صافي كنحيد الخلف وكنجي هنايا كنصايب الدوره ديال العنق ديال الامام كنهبطو ب 10 سنتيم اولا 11 سنتيم غنهبط ب 11 سنتيم. هي غير جلابه كديروها عادي ماشي بحال القميص كنبداو نديرو ديك الدائره. صافي ونقطع. وغادي ندوز دابا لداك الطريف اللي بقى ليا لتحت غادي نفصل فيه الكمام ونفصل القب. صافي هنايا بالنسبه لهاد البلاصه هذه اللي بقات لينا هنا غادي نحاول نطويها على 4 باش نفصل الاكمام ونفصل كما قلت لكم القب. ثم هكا ونطويها على 4 وغادي نفصل في هاد الجهه هذه الكمام وغادي يبقى ليا هنايا غنفصل فيه القب. غادي ناخذ الطول ديال الكمام اولا الكم عندي فيه 49 غادي نزيد واحد 3 سنتيم ديال التكفيفه وديال الخياطه والسورجي
غادي ناخذ هنايا التركيز، عندي فيه 28 سنتيم، كندخل ب 10 سنتيم قاعده، 10 سنتيم هذه قاعده صافي، وكناخذ هذه المسافه هذه كنقسمها على جوج، كنقسموا هذه المسافه على جوج قاعده دي باش كنفصلوا الكم، وهذه المسافه حتى هي كنقسموها كنقسموها على 4، كنقسموا هذه حتى هي على جوج وهذه على جوج، يعني كتقسم المسافه كلها على 4. كنجيو هنايا كنخرجوا بسنتيم، كنديروا سنتيم هكا وكندير التراسيو هنا، كندخلوا بسنتيم لداخل، وكنسطر كنلاقي هاد النقط هادو، صافي كناخذ الدوره ديالتكم، عندي فيها 15، دائما زيدوا سنتيم ديال الخياطه هي 16، وبالنسبه للايفازي ديالكم فكناخذ هذه المسافه هذه كنقسمها حتى هي على جوج باش نايفازي لكم، كنقسم هذه المسافه هذه على جوج، وكنجي لهاد النقطه هذه فين قسمت على جوج كندخل بجوج سنتيم باش كيجينا لكم ايفازي ما كيجيناش عريض، صافي كنلاقي النقط. الا ما بغيتوش ايفازيو هكا بجوج سنتيم كديروا هذيك المسطره، كنلاقي هاد النقاط هادو، كما قلت لكم الا ما بغيتوش ايفازيو بالطريقه اللي درت ديال السنتيم كتجيبوا هاد المسطره هادي كديروا ليها هاد ديالها للخلف هنايا على الخارج وكتحطوها هنا، ما تدخلوش هاد الراس هنا، راه غادي تجيكم هنايا الداخل بزاف ما غاديش يجي مزيان، خاص هاد الراس كيجينا خارج لهاد الجهه، وكتسطروا كايفازي لينا لكم. الا ما بغيتوش ديروا الطريقه ديال السنتيم، اما من الاحسن ديروا الطريقه ديال السنتيم لانها كتخرج مزيان. صافي دابا غادي نقطع، صافي بالنسبه لهاد الطريف هذا اللي بقى لينا هو اللي كنفصلوا فيه نفصل فيه القب، غادي نحاول نقطع ليه هاد البلاصه هذه باش نلقى كيفاش نفصل. كنطويوه نديرو الجهه نخليو فيه 40 سنتيم، 40 سنتيم في الطول ديال هاد البلاصه هذه اللي كتكون محلوله، والجهه اللي كتكون مسدوده نخليو فيها 30 سنتيم، هاد الجهه هذه تكون فيها 30، الجهه الطويله فيها 40 سنتيم. نقاد الثوب ونرجع معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي هنايا من بعد ما طويت الثوب هنايا غادي ناخذ 30 سنتيم، غادي ناخذ 30 سنتيم في الجهه المسدوده، الثوب راه مطوي على جوج، هانتوما شفتوا مطوي على جوج هكا، هنا اللي مسدود وهاد الجوي هادو راه محلولين، وغادي ناخذ في الجهه المحلوله 40 سنتيم. الخبرة عنده في صاله وحده البنات، كاين غير صغير ولا كبير، اما ما عندوش بزاف، قاعده وحده كاينه في القب. غناخذ هنا كذلك 40 سنتيم، وغادي نجي هنا غادي نهبط ب 10 سنتيم وندخل بربعه قاعده البنات، هذه قاعده القب عنده في صاله وحده، القب ديال جميع السيدات غير كما قلت لكم غير في هاد كيختلف غير في هاد العبارات هذه ديال 40 على 30، كديري اما 28 على 38 اولا كديري 48 على 34، هنا كيكون شويه كبير على حسب انت بغيتي قب صغير اولا كبير، هذا قب متوسط. صافي غادي ناخذ من هاد النقطه هذه نحاول ناخذ 26 مقابله تكون مقابله مع هاد فين دخلت بربعه، ها هي جاتني 26، هبطت ب 10 دخلت ب 4 سنتيم عطاتني 26، هنا 26 غادي نقسمها على جوج هي 13، عاوتاني هاد المسافه بحال لكم نقسموا هاد المسافه هذه كلها على 4، هنا على النص وهاد الجهه حتى هي على النص، هنا كندخلوا بسنتيم لداخل لداخل القب، كندخلوا بسنتيم هنا كنخرجوا بسنتيم، غادي نسطر اولا هاد الخط هذا باش يبان مزيان، وغادي نسطر من هذا فين دخلت بربعة سنتيم لعند البلاصه ديال فين عبرت 30 سنتيم في الجهه المسدوده باش يبان لينا القب مزيان،
صافي غادي نلاقي دابا هاد النقاط هادو كنلاقيو هاد النقاط. هذا هو القبة البنات، القبة راه ساهل كما قلت لكم، عنده نفس القاعدة. هنايا كتكون دائما 26، غير كيختلف غير في اما كبير اما صغير. صافي دابا غادي نقطع. صافي ها هو القب ديالنا دابا، شفتو هو هذا القب. نتمنى ان شاء الله الفصاله تكون واضحه وسهله وتقدروا تفصلوها بوحدكم، يعني راه ساهله ما فيها حتى شي تعقيدات. اللي ما فهمت شي حاجه تخلي لي في التعاليق، ما تنساوش كذلك اللايك، اللايك البنات باش يوصل هذا الفيديو هذا لاكبر عدد من البنات اللي باغيين اللي كيهتموا هكا بالخياطه. ما تنساوش كذلك تابوناو في القناه الا كنتو اول مره كتشاهدوها. ان شاء الله انا غنشارك معكم الطريقه باش كنجمعوا القب مع جلابه بالالات الخياطه. ندير لكم فيديو ان شاء الله خاص بهذا الفيديو هذا ديال اننا كيفاش نركبوا القب الجلابه بالالات الخياطه. نتمنى ان شاء الله تخليوا لي لايك كما قلت لكم، تابوناو في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.